أخوك يمنحها يمنحها شهدا وحفا فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في الحديث عن صفات الحروف العربية، وكنا قد ابتدأنا الحديث عن القسيم الأول من أقسام صفات الحروف العربية، وهي الصفات المتضادة. وبقي علينا أيضا أن نتحدث على الصفات التي لا ضد لها، لأن الحروف العربية كما مر معنا من حيث الصفات تنقسم إلى قسمين. عندنا صفات متقابلة وهي خمس صفات، خمسة ضد خمسة، وعندنا صفات لا ضد لها، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. الصفات المتقابلة هي خمس صفات: الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال، والإذلاق وضده الإصمات، والإطباق وضده الانفتاح. خمسة ضد خمسة، يعني عندنا عشر صفات. لما تكلمنا عن صفتي الهمس والجهر، فإننا نظرنا للحروف العربية من زاوية جريان وانحباس النفس، ذلك أن بعض الحروف العربية إذا نطقناها يجري معها النفس، وهي حروف سكت فحثه شخص: السين والكاف والتاء والفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد. هذه الحروف يجري معها النفس. بقية الحروف العربية يعني 19 حرفا لا يجري معها النفس. فالحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس تنقسم إلى قسمين. القسيم الأول حروف مهموسة يجري معها النفس، وهي سكت فحثه شخص، وحروف مجهورة لا يجري معها النفس، وهي بقية حروف الهجاء. هذه هي الصفة الأولى من الصفات المتقابلة. الصفة الثانية هي صفة الشدة، وتقابلها صفة الرخاوة، وبينهما صفة نسميها البينية. حينما نتكلم عن صفات الشدة والرخاوة والبينية، فإننا ننظر للحروف العربية من زاوية جريان وانحباس الصوت، لأن الحروف العربية من هذه الناحية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا حروف يجري معها الصوت جريانا تاما، وهي حروف الرخاوة، وعندنا حروف ينحبس فيها الصوت انحباسا كاملا، وهي حروف الشدة. جمعوها بقولهم: أجد قط بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. عندنا حروف بينية يجري فيها الصوت جريانا وسطا، وهي خمسة أحرف، وهي حروف لن عمر: اللام والنون والعين والعين والميم والراء. إذن حروف الشدة أجد قط بكت، حروف البينية لن عمر، بقية حروف الهجاء كلها حروف رخوة يجري معها الصوت. الصفة الثالثة هي صفة الاستعلاء، والاستعلاء له سبعة أحرف، هي خص ضغط قض،
هذه الحروف حين النطق بها يتجه صوتها إلى قبة الحنك الأعلى، أما بقية الحروف وعددها عندنا 29 حرف حروف الهجاء بالنحو منهم 7 أحرف اللي هي حروف الاستعلاء، تبقى عندنا 22 حرف. هذه الحروف كلها حروف مستفلة لا يتجه الصوت عند النطق بها إلى قبة الحنك الأعلى. فالحروف العربية من حيث اتجاه الصوت تنقسم إلى قسمين: حروف مستعلية يتجه الصوت عند النطق بها إلى قبة الحنك، وهي خص ضغط قِظ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. وعندنا حروف مستفلة لا يتجه الصوت عند النطق بها إلى قبة الحنك. عرفنا أيضا حينما تحدثنا عن صفتي الاستعلاء والاستفال أن التفخيم هو ناتج عن الاستعلاء، والترقيق هو ناتج عن الاستفال، لأن صوت الحرف المستعلي حينما يتجه إلى قبة الحنك، وقبة الحنك هي يعني مدورة ومقببة، فحينما يصطدم بها الصوت يعود الصوت وينتشر في الفم ويتوزع في الفم وله رنين. هذا الرنين وهذا السمن الذي نتج عن انتشار الصوت في الفم بعد أن اصطدم بقبة الحنك سماه العلماء التفخيم. فالتفخيم هو ناتج من نواتج الاستعلاء، كما أن الترقيق هو ناتج من نواتج الاستفال، لأن الحروف المستفلة لا يتجه الصوت عند النطق بها إلى قبة الحنك، وبالتالي لا يصطدم بقبة الحنك فيتسفل الصوت وينحدر إلى خارج الفم. ينتج عن هذا أن الحرف يكون فيه نحول وفيه رقة. فالتفخيم هو ناتج من نواتج الاستعلاء، والترقيق هو ناتج من نواتج الاستفال. أيضا عرفنا أن بعض الحروف العربية قد تفخمها العرب أحيانا، وهي اللام، واللام من لفظ الجلالة، والألف والراء. اللام من لفظ الجلالة نفخمها إذا سبق لفظ الجلالة بحرف مفتوح أو مضموم، ونرقق اللام من لفظ الجلالة إذا سبق بحرف مكسور. أيضا الألف قلنا أنها تتبع ما قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فإن سبقت بحرف مفخم تفخم، وإن سبقت بحرف مرقق ترقق. أيضا تكلمنا عن الراء من حيث التفخيم والترقيق، وذكرنا قاعدة في هذا أن الفتح والضم موجب لتفخيم الراء، والكسر والموجب لترقيق الراء. فإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة نفخمها، إن كانت مكسورة نرققها، إن كانت ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، إن كان مفتوحا أو مضموما نفخمها، إن كان مكسورا نرققها، إن كان هذا الحرف الذي قبلها ساكن ننظر إلى الحرف الذي قبله، إن كان مفتوحا أو مضموما نفخم الراء، إن كان مكسورا نرقق الراء. طبعا بشرط أن يكون الكسر الذي سبق الراء هو كسر أصلي، يعني لا يكون قبل الراء همزة وصل، فإذا سبقت الراء الساكنة بهمزة وصل مفتوحة أو مضمومة لها فرق، نفخم هذه الراء. أيضا الشرط الثاني ألا يقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء. هذه هي قاعدة أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق باختصار. الصفة الرابعة هي الإطباق، وتقابلها صفة الانفتاح. عندنا 4 أحرف هي حروف مطبقة، وهي الصاد والطاء والظاء والضاد. الصاد والضاد والطاء والظاء هذه حروف مطبقة، ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، وبقية الحروف وعددها 25 حرفا هي حروف منفتحة. بقي علينا أن نتحدث على الصفة الأخيرة من الصفات المتقابلة، وهي صفة الإذلاق، وتقابلها صفة الإصمات. تحدثنا عن الهمس والجهر، هذه الصفة الأولى.
تحدثنا عن الشدة والرخاوة والبينية هذه الصفة الثانية، تحدثنا عن الاستعلاء والاستفال هذه الصفة الثالثة، وتحدثنا عن الإطباق والانفتاح وهذه هي الصفة الرابعة. بقي علينا أن نتحدث على الصفة الخامسة والأخيرة من الصفات المتضادة، وهي صفة الإذلاق، وتقابلها صفة الإصمات. الإذلاق والإصمات في الحقيقة لا علاقة لهما بالتصويت بالحرف، هما صفتان من علم الصرف. طبعا أنا مضطر أن أشرح هاتين الصفتين لسببين. السبب الأول أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكرهما في منظومته المقدمة، قال: وفر من لب الحروف المذلقة. طبعا لا أدري لماذا ذكرها ابن الجزري رحمه الله، لأن الشاطبي مثلا لم يذكرها في الشاطبية حينما تحدث عن صفات الحروف، لكن لعل ابن الجزري رحمه الله ذكرها لأنه يعني أراد أن يجعل صفات الحروف 17، كما اختار هذا العدد لمخارج الحروف. نحن نعلم أن مخارج الحروف 17 هو اختيار الإمام ابن الجزري رحمه الله، لعله أراد أن يجعل صفات الحروف أو أن يجعل صفات الحروف في العدد مثل مخارج الحروف، تكون المخارج 17 مخرجا وتكون الصفات 17 صفة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هاتين الصفتين يعني يكثر عنهما السؤال، وفي أكثر من مرة في هذا البرنامج سئلت عن هاتين الصفتين. الإذلاق والإصمات كما مر معنا هما صفتان من علم الصرف، لا علاقة لهما بعلم التجويد، لا علاقة لهما بالتصويت بالحرف. الإذلاق له 6 أحرف، وهي فر من لب، فر الفاء والراء من الميم والنون، لب اللام والباء، فر من لب. الشيخ السمنودي رحمه الله جمعها في عبارة أجمل، جمعها بقوله: نل بر فم، نل بر فم، النون واللام والباء والراء والفاء والميم. بعضهم جمعها بقوله: فاض بالأنوار لبي منك ربي نفحاته، أول كلمة من أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت هي حرف من حروف الإذلاق. ما هو الإذلاق؟ الإذلاق من حيث اللغة هي حدة اللسان وبلاغته ودرابته وطلاقته، وذلق الشيء هو طرفه وحده. يعني حينما نقول ذلق اللسان يعني طرف اللسان، حينما نقول ذلق الشفة يعني طرف الشفة. فهذه الحروف فر من لب أو نل بر فم سميت بالحروف المذلقة، لأنها بعض هذه الحروف تخرج من طرف اللسان. عندنا اللام والنون، اللام والنون والراء، هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان. عندنا الباء والميم والفاء، هذه الحروف تخرج من ذلق الشفة، من طرف الشفة. لذلك سميت هذه الحروف بالحروف المذلقة. سنتكلم أكثر إن شاء الله عن هاتين الصفتين، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، فحياكم الله. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية،
مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث. بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنت قبل الفاصل أتحدث عن صفة الإذلاق، وذكرت أن حروف الإذلاق ستة، وهي نل بالرفم، النون واللام والباء والراء والفاء والميم. نل بالرفم أو فر من لب. هذه الحروف المذلقة كما ذكرت تخرج النون واللام والراء من طرف اللسان، من ذلق اللسان، وعندنا الفاء والباء والميم تخرج من طرف الشفة أو من ذلق الشفة، لذلك سميت هذه الحروف بالحروف المذلقة. البعض الآن قد يسأل يقول: طيب، بما أن عندنا الميم وعندنا الباء يعني حروف مذلقة لأنها تخرج من ذلق الشفة، تخرج من الشفتين، الواو أيضا هي تخرج من ذات المخرج، تخرج من الشفتين، لماذا لم تجعل الواو من الحروف المذلقة كأختيها الميم والباء؟ طبعا هذا سؤال يعني مهم فعلا، يعني لماذا لم تجعل الواو من الحروف المذلقة؟ هي أيضا تخرج من ذلق الشفة. الواو كما نعلم يعني تطرأ عليها العديد من الحالات، طبعا هي فيها يعني من حروف العلة، هي أيضا يعني فيها المد، وقد تغير الواو أحيانا. هذه الأمور جعلت من الواو حرفا ثقيلا، فهي وإن كانت خفيفة في مخرجها فهي ثقيلة لما يطرأ عليها من هذه الحالات، لذلك لم تذكر مع أخواتها الباء والميم لهذا السبب. إذن عندنا الفر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء هي حروف مذلقة، هي حروف يعني خفيفة في المخرج، سريعة في الأداء، لذلك قالوا أن هذه الحروف خفيفة ووصفت بالحروف المذلقة لأن بعضها يخرج من طرف اللسان وبعضها يخرج من طرف الشفة. هذا بالنسبة للإذلاق. الإصمات هو ضد الإذلاق، الإصمات بمعنى المنع. طبعا الإصمات ما هي حروفه؟ هي بقية حروف الهجاء بعد أن نسقط منها حروف الإذلاق. عندنا حروف الإذلاق نل بالرفم، النون واللام والباء والراء والفاء والميم، ستة أحرف بنقصهم من 29 حرف، يبقى عندنا 23 حرف. هذه الحروف كلها حروف مصمتة. طبعا لماذا سميت بالحروف المصمتة؟ سميت حروفه بذلك لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول. يعني حينما نأتي إلى كلمة مجردة من الحروف الزائدة، نجردها من الحروف الزائدة من حروف سألتمونيها، فالكلمة الرباعية أو خماسية الأصول يعني مجردة من الحروف الزائدة، إذا كانت هذه الكلمة كلها يعني الأربعة أحرف أو الخمسة أحرف كلها حروف مصمتة، هذا يدل على أن هذه الكلمة هي كلمة عجمية، هي كلمة دخيلة على كلام العرب. طبعا مثلوا لهذا بكلمة عسجد، وعسجد هو اسم للذهب، عسجد عين وسين
وجيم ودال، هذه كلمة رباعية الأصول. عسجد على زينة فعلل، عندنا الفاء والعين واللام واللام، ليس فيها حرف مزيد، هي كلمة مجردة. لو نظرنا في هذه الكلمة، في كلمة عسجد، عندنا العين حرف مصمت لأنه ليس من حروف نل بر فم، عندنا السين حرف مصمت لأنه ليس من حروف نل بر فم، ليس من حروف الإدلاق، الجيم أيضا، الدال كذلك. فكل الحروف في هذه الكلمة الرباعية هي حروف مصمتة، هذا يدل على أن هذه الكلمة هي كلمة دخيلة على كلام العرب، هي كلمة أعجمية. فحروف الإصمات سميت بحروف الإصمات لأنه لا يمكن، وهي ممنوعة من اجتماعها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول، فإن وجد ذلك دل على أعجمية الكلمة كما مثلنا بكلمة عسجد. يعني هذه الحروف هي حروف ممنوعة من الاجتماع لوحدها في كلمة عربية، فإذا وجد ذلك دل على أعجمية الكلمة. طبعا حروف الإدلاق كما ذكرت التي مرت معنا من قليل نل بر فم، هي حروف يعني خفيفة في المخرج وسريعة في الأداء، ففي الكلام العربي لابد أن تعادل خفة المذلق ثقل المصمت. يعني في الكلمة العربية الرباعية أو الخماسية أو خماسية الأصول لا ينبغي أن تجتمع الحروف المصمتة فقط، بل لابد أن يكون معها حرف أو أكثر من الحروف المذلقة لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت. إذن يعني كما لاحظتم أن هاتين الصفتين لا علاقة لهما بالتصويت بالحرف ولا علاقة لهما بعلم التجويد، فهما صفتان في علم الصرف. الحروف المذلقة نل بر فم، بقية الحروف هي حروف مصمتة، والإصمات في اللغة هو المنع. هذه الحروف وهي الحروف المصمتة وعددها 23 حرفا لا ينبغي، أو هي ممنوعة من اجتماعها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول. إن اجتمعت هذه الحروف، يعني كلمة رباعية أو خماسية الأصول وكل الحروف اللي فيها هي حروف مصمتة، هذا يدل على أن هذه الكلمة هي كلمة أعجمية ودخيلة على الكلام العربي. ما ذكرته عن صفتي الإذلاق والإصمات نراه ملخصا من خلال اللوحة التعليمية. الإذلاق والإصمات، ذلق الشيء أو يعني هو طرفه، الذلق هو الطرف، وسميت حروفه بذلك كما نرى على اللوحة. طبعا لأن هذه الحروف بعضها يخرج من ذلق اللسان، وهي الراء والنون واللام، وبعض هذه الحروف يخرج من ذلق الشفة وهي الفاء والميم والباء. يقابل الإذلاق الإصمات، والإصمات لغة المنع، سميت حروفه بذلك لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول، يعني تكون الكلمة مجردة من الحروف المزيدة، من حروف سألتمونيها. فإن وجد ذلك، يعني وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول وكل حروفها حروف مصمتة، هذا يدل على أعجمية الكلمة، سميت حروفه بذلك لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول، فإن وجد ذلك دل على أعجمية الكلمة. طبعا هذا كل ما يتعلق بصفتي الإذلاق والإصمات، يعني أنا شرحتهما في هذه الحلقة كما ذكرت لسببين، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكرهما في المقدمة، ولأن هاتين الصفتين يكثر عنهما السؤال. الآن نكتفي
بهذه المادة العلمية، وننتقل إلى التلاوة المنهجية في الحلقة القادمة إن شاء الله. سنبدأ الحديث عن الصفات التي لا ضد لها، ونبدأ إن شاء الله بصفة الصفير. تلاوتنا المنهجية هي الصفحة 56 بعد 100 الثالثة من الآية 43 إلى الآية 52 من سورة إلى الآية 51 من سورة النور. أتلو وبعد ذلك نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الآن نخرج لفاصل قصير، بعده إن شاء الله نفتح الهواء لكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته، فحياكم الله. Oh.
حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن. السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة. الآن الهواء مفتوح لكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. معنا أول متصلة، الأخت بنت ليبيا، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم. انتبهي للمنفصل، على أكثرهم. إن لقد حق القول على أكثرهم. انتبهي للمد. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم. انتبهي للمد أيضا. إنا جعلنا إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حسبك. وسواء عليهم أأنذرتهم. حسبك. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حسبك. بارك الله فيك أختي بنت ليبيا. انتبهي للراءات وانتبه أيضا للمدود. لقد حق القول على أكثرهم. إنا جعلنا في أعناقهم، هذا مد طبيعي نمده بمقدار حركتين. سأعود إن شاء الله وأذكر لك هذه الملاحظات، لكن الآن معنا الأخت صفاء، حياك الله. أهلا وسهلا يا صفاء، تفضلي اقرأي. يخلق الله ما يشاء.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. حسبك بارك الله فيك يا صفاء، قراءتك كان فيها شيء من التقطع بسبب الخلل في الاتصال من المصدر. تلاوتك جيدة إن شاء الله، يعني قرأت علينا برواية الإمام حفص عن عاصم رحمه الله. معنا الأخ مصطفى، حياك الله يا أخي مصطفى، لو سمحت اسمعني من سماعة الهاتف. نعم حياك الله، نقص صوت التلفزيون واسمعني من سماعة الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حاضر بنسمع أنا عليك السلام. نعم نسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. التعوذ أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصطفى عفوا لو سمحت نقص صوت التلفزيون واسمعني من سماعة الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو تعيد الاتصال بنا مصطفى، يعني تنقص صوت التلفزيون تسمعني من سماعة الهاتف وتعيد الاتصال بارك الله فيك. معنا الأخت عائشة، حياك الله. عائشة نفس الشيء، نقص صوت التلفزيون واسمعيني من سماعة الهاتف. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالقراءة. إن شاء الله. أنا ما نعرفش لحد الصورة اليوم يعني. طيب نقرأ هيك خلاص من أي. طيب اقرأي من أي مكان شئتي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. بارك الله فيك يا عائشة، لي ملاحظات على قراءتك ستسمعيها مني إن شاء الله، لكن الآن معنا الأخ محسن، حياك الله يا أخي أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ فيتوري. الله يحييك أهلا وسهلا، تفضل يا أخي تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون حسبك بارك الله فيك تفيدوش. حسبك بارك الله فيك أخي محسن ما شاء الله قراءة متقنة فقط يا أخي انتبه لصفة الجهر في حرف الراء يعني سأتكلم عن هذا أكثر لكن آسف الآن معي الأخ معاذ حياك الله السلام عليكم انقطع الاتصال مع الأخ معاذ نعود للأخ محسن ما شاء الله يا أخي محسن القراءة متقنة عندك الجهر في صفة في حرف الراء صفة الجهر في حرف الراء كقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير طبعا الراء هي حرف مجهور لأنها ليست من حروف الهمس حرف مجهور يعني لا يجري معها النفس فانتبه لهذا هي ليست حرف مهموس الحروف المهموسة فقط سكت فحثه شخص هذه هي الملاحظة الوحيدة يا أخي محسن وأنت قرأت علينا برواية الإمام حفص رحمه الله معنا من؟ أحمد حياك الله يا أحمد السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا شيخ لا تعليك وإياكم تفضل بالقراءة نبدأ القراءة إن شاء الله اليوم نقرأ من الآية 43 من سورة النور صفحة 356 لو بين يديك مصحف وإلا اقرأ من أي مكان 43 لا 356 سورة النور سورة النور نعم شو الآية الأولى يا شيخ؟ بدين منا والله خلق كل دابة من ماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط
ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق حسبك حسبك بارك الله فيك يا أخي أحمد. ما شاء الله قراءة متقنة وصوت جميل، زادك الله توفيقا وفضلا. فقط يا أخي انتبه لمقادير المدود، يعني مثلا وما أولئك بالمؤمنين، أولئك هذا مد متصل نمده بمقدار أربع حركات، أربع حركات يعني ضعف المد الطبيعي، لا نبالغ في هذا المد، لا نزيده عن مقداره وعن حده. انتبه لهذا، وتلاوتك يعني بالجملة تلاوة متقنة وصوتك أيضا صوت جميل، بارك الله فيك. معنا آخر متصلة وهي الأخت وصال، حياك الله أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. حسبك بارك الله فيك يا وصال، يعني وددنا لو سمعنا منك أكثر لكن وقت الحلقة ضاق عنا فالعذر. نأتي على الملاحظات أذكرها بعجالة. عندنا الأخت بنت ليبيا، انتبه للراءات من حيث التفخيم والترقيق. الرحمن هذه راء مفخمة لأنها مفتوحة، الرحيم هذه راء مفخمة أيضا لأنها مفتوحة، لتنذر الراء مفخمة لأن هذه الراء مفتوحة. يعني أول شيء تعلم أحكام الراءات، لابد أن تعرف متى تكون الراء مفخمة ومتى تكون مرققة، وأنا شرحتها يعني في ثلاث حلقات شرحت أحكام الراءات، والحلقات موجودة على يوتيوب، على قناة التناصح على يوتيوب موجود الحلقات، بإمكانك أن يعني تشوفي هذه الحلقات وتتعلمي هذه الأحكام بعد ذلك تتدربي عليها. أيضا الأخت عائشة، عندك مشكلة في حرف الراء، الراء فيها صفة تسمى التكرير، وهذه الصفة لابد من إخفائها في الراء، يعني لا نقول الرحمن لاحظي هذا التكرير في الراء، هذه الصفة هي من صفات الراء لكن لابد من إخفائها. يقول ابن الجزري رحمه الله وأخفي تكريرا إذا تشدد، نقول هكذا الرحمن ولا نقول الرحمن. طبعا أنا سأشرح هذه الصفة إن شاء الله حينما نبدأ في الحديث عن الصفات التي لا ضد لها، فتابعي الحلقات القادمة وسنشرحها إن شاء الله شرحا وافيا كافيا بإذن الله تعالى. هذا هو الخلف، الأخ أحمد ذكرت له الملاحظات، أيضا الأخ محسن، وهذا هو كل شيء. بقي علينا الخلف فقط، عندنا في الآية 43 والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. إن عندنا همزتان من كلمتين، الأولى مضمومة والثانية مكسورة. قالون رحمه نافع رحمه الله و
أبو عمرو رحمه الله يسهل الهمزة الثانية أو يبدلها واوا خالصة، طبعا هذا في حالة الوصل. عندنا في الآية التي بعدها لقد أنزلنا آيات مبينات، قرأ حفص رحمه الله لقد أنزلنا آيات مبينات كما سمعنا من الأخ محسن وسمعنا من أختنا صفاء. في الآية 50 وهي الآية قبل الأخيرة في هذا الوجه، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، بكسر القاف وكسر الهاء من غير إشباع للهاء، هكذا قرأ قالون رحمه الله. ورش رحمه الله يكسر القاف ويكسر الهاء مع إشباع الهاء، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وهو على أصله في المد المتصل. حفص رحمه الله يسكن القاف ويكسر الهاء، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وأبو عمرو رحمه الله يكسر القاف ويسكن الهاء، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.